أعلن وزير التربية الدكتور بدر العيسى اليوم نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2014-2015، حيث كانت نسبة النجاح في القسم العلمي 91.2%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 86.6%. نسب النجاح عندنا في مستوى العلمي عندنا 91.2% بالنسبة للقسم العلمي لنسب النجاح، وبالقسم الأدبي عندنا 86.3% على مستوى الكويت. باتصالات هاتفية هنأ وزير التربية أوائل الطلبة بنفسه. شريف الكندري. إيه معك شريف الكندري. مستانسة وايد. الحمد لله. شو متوقعة؟ إن شاء الله الأولى على الكويت. من قايل لك قبل أن أقول لك؟ والله ما حد قايل لي. أخيدي على قلبي. ألف مبروك المرتبة الأولى على مستوى الكويتيين ونسبة 99.63. ألف مبروك. اللافت هذه المرة سرعة أعلان النتيجة عقب انتهاء الاختبارات بنحو يومين، في خطوة عكست نجاح تجربة التصحيح الفوري للاختبارات.